الخبر الثاني معانا عن مدرب كرة اليد النادي الأهلي الجديد. للأسف ما كانش فيه معلومات يا إبراهيم، فاضطريت إن أنا انفرد بيه عندي يعني قبل ما يتحرق. تمام. فأنا انفردت باسم المدير الفني عندي، لكن هنفرد معاك النهارده برضو بالتفاصيل بتاعة التعاقد مع المدير الفني. شغل عالي برضو أكيد يعني. إن شاء الله. المدير الفني اللي هو الأسباني دانيال جوردو، التعاقد معاه هيكون لمدة شهر واحد بس. أنت شفت طبعا الفترة اللي فاتت النادي الأهلي شهر واحد بس بيحاول إن هو يقوم شوية ألعاب الصالات، حصل تغيير في القطاع الرياضي كله، وجه كابتن خالد العوضي مسك القطاع وابتدى ان هو يعمل شويه تغييرات في الفريق خلال الفتره اللي فاتت في الفرقه كلها عموما، وحتى في تجديدات اللعيبه. شفنا لعيبه كتير جددت عقودها الفتره اللي فاتت، وتم التعاقد طبعا فرقه اليد دي في النادي الاهلي يعني مشكله كبيره جدا. الزمالك عامل ازمه كبيره جدا لفرقه اليد في النادي الاهلي، فبيحاول ان هم على قد ما يقدروا يطوروا فيها. تم التعاقد معاه لمده شهر. الشهر ده قابل للتجديد في العقد، في بند ان هم يقدروا يمدوا العقد سنتين. تمام. بس زي ما تقول ان هو تجربه ان هم يشوفوا هيبقى كويس، هيأدي مع الفريق بدرجه كويسه ولا لا. المدير الفني هتقاضى مع النادي الاهلي في الشهر ده 10,000 يورو بالاضافه لبونص هياخده اذا فاز بالكاس او السوبر مع النادي الاهلي. يعني هتبقى شويه تحفيز ليه ان هو يقدر ان هو يحقق البطوله مع النادي، لان النادي نفسه جدا في بطوله يد يعني. صحيح.